أهلا بكم إلى النبأ اليوم وأبرز ما فيه. ما التداعيات الاقتصادية لاستيلاء حفتر على النفط في ظل أزمة البلاد الراهنة؟ مع سميرة بن رحال ومحمد شبيني. استقرار نسبي في أسعار المعادن الثمينة مع مهيب جرادر. الجعفري يؤكد تأجيل لقاء نصف نهائي كأس ليبيا إلى أجل غير مسمى مع أحمد بوعجيلة. موجة حر تجتاح الشمال الغربي خلال الأيام القادمة مع محي الدين علي. أهلا بكم في نبأ اليوم. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ما بين المقايضة وفرض الشروط، يحاول آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر السيطرة على المؤسسات السيادية في الدولة. يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه أطراف عدة أن الغرض من قرار آمر ميليشيات الكرامة خليفة حفتر البحث عن الشرعية واستخدام النفط وموارده كورقة ضغط لاعتراف به. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. مع تمكن آمر ميليشيات الكرامة من السيطرة على منطقة الهلال النفطي وإعلان الاستيلاء الصريح على إيرادات النفط، يقيم على الأوساط الليبية السياسية والاقتصادية جو من الترقب والتوجس إزاء هذه الخطوة. خطوة أثرت على السوق العالمية للنفط عقب ارتفاع الأسعار جراء عدم اليقين في شأن الصادرات الخام الليبي، والتي جعلت المجتمع الدولي يحذر في بيانات له من بيع النفط خارج إطار المؤسسة الوطنية الشرعية في البلاد. في الواقع تعد صادرات النفط الليبية من أهم موارد العملة الصعبة لليبيا، ومن دون هذه الموارد الأساسية سرعان ما سيجري استنزاف احتياطي البلاد من العملة الأجنبية، استنزاف قد يضر بالاقتصاد الليبي الذي يعيش أياما حرجة جراء الانقسام السياسي بالبلاد والصراع المحتدم على السلطة عقب بداية انقلاب الكرامة وتولي مجلس النواب زمام الأمور قبل 3 أعوام. احتدام الصراع على الذهب الأسود في هذه الفترة يظهر نية آمر ميليشيات الكرامة المبيتة لتعزيز موقعه في مواجهة خصومه، والذي بدوره عمق الشرخ الذي كان يشل المجلس الرئاسي المقترح. شرخ من شأنه أن يزيد الطين بلة لدى السراج وحكومته عقب رصد الميزانية للعام الحالي لكافة الوزارات الليبية، الأمر الذي قد يؤثر سلبا في ظل الأزمات المتعاقبة على البلاد، وأهمها أزمة السيولة النقدية وغلاء الأسعار بصفة عامة. مما لا شك فيه أن خطوة حفتر وردود الفعل المحلية والدولية بشأنها ألقت بظلالها على المشهد في شكل تداعيات على الوضع السياسي، فخلفت حالة من الإرباك القريب من الشلل في المجلس الرئاسي المنقسم على نفسه، كما أنها أضعفت المركز السياسي للقوة البرلمانية التي كانت تناهض مناصر حفتر في مجلس النواب. قرار حفتر تسليم موانئ منطقة الهلال النفطي إلى مؤسسة نفطية موازية بدلا من مؤسسة النفط الرسمية في طرابلس طرح عدة تساؤلات حول جدية هذه الخطوة وأهدافها في ظل محاولات سابقة فشلت في فرض الأمر الواقع. تطورات قوبلت بالرفض من قبل دول كبرى ومن الاتحاد الأوروبي فضلا عن الأمم المتحدة، الأمر الذي يصعب فرصة حفتر لبيع النفط وتسويقه خاصة مع قرارات مجلس الأمن بالخصوص. أما مؤسسة النفط التابعة للحكومة المقترحة فذكرت أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كانت صريحة عندما أدانت المحاولات غير القانونية لتصدير النفط من ليبيا، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات النفطية المكررة من قبل المؤسسات الموازية التي لا تعمل تحت سلطة الشرعية بطرابلس. ومن المعروف أن الإيرادات المالية لأي عملية بيع للنفط الليبي ستصب مباشرة في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، والذي حاول مجلس النواب تسمية مدير جديد للمصرف دون أن ينجح في ذلك لحد الآن. ويرى محللون أن جميع أطراف النزاع لن تفوت أي فرصة تستقوي من خلالها على الطرف الآخر، والنفط هو مصدر القوة في ليبيا وحفتر طرف في النزاع ولن يفوت فرصة ليتقوى بها. مع تمدد حفتر وسيطرته على مواقع جديدة، هل يمكنه إيجاد مصدر تمويل من تثبيت سيطرته على المدن والمناطق الاستراتيجية؟ وما تداعيات إعلان استيلاء حفتر على إيرادات النفط الليبي على الاقتصاد وتأثيره على المواطن البسيط؟
حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من مصر الأستاذ الجامعي خالد الدلفاق. أهلا ومرحبا بك أستاذ خالد. ما هي آثار يعني التي ستترتب على بيع النفط خارج القنوات الرسمية على الاقتصاد الليبي؟ أستاذ خالد، مساء الخير لك ولكل أخوة المشاهدين. نعم أهلاً. تفضل. سألتك يعني طبعا بدون شك المورد الوحيد في الدولة الليبية هو القطاع النفطي. نعم نعم طبعا بدون شك أستمع لك جيدا. سألتك ما هي الأثار التي ستترتب على بيع النفط خارج القنوات الرسمية على الاقتصاد الليبي يا سيد خالد؟ بيع النفط خارج القنوات في الدولة الليبية يعتبر كأنه توقف إنتاج النفط. هذه الموارد المالية لن تذهب إلى القنوات الرسمية في الدولة الليبية. نعم تفضل. المؤسسة الوطنية النفط معنية بإدارة الموانئ والحقول النفطية، ولكن إدارة المال من اختصاص مصرف ليبيا المركزي، أو الأموال اللي تورد للقطاع النفطي في مصرف ليبيا المركزي. بالتالي يجب أن نفرق بين مؤسسة وطنية النفط كمؤسسة إدارة وتنظيم للعمل النفطي، وبين إدارة المال الأموال تدار عن طريق مصرف ليبيا المركزي وليست عن طريق مؤسسة وطنية النفط. طيب ما هذا الفرق يا سيد خالد؟ يعني يا ريت أن تشرح لنا أكثر. الأخوة في المنطقة الشرقية يعتبروا الخلل في المؤسسة الوطنية النفط للأسف، وربما حاولوا أكثر من مرة إقالة المحافظ، ولكن المحافظ المصرف المركزي هذا هو أصبح لب المشكلة. نعم تفضل. المؤسسة الوطنية النفط غير معنية بإدارة الأموال. المؤسسة الوطنية النفط هي مؤسسة تدير الحقول والموانئ النفطية، بالتالي هي غير معنية عن تسرب الأموال كما يدعي بعض الميليشيات أو المنظمات الإرهابية. طيب سيد خالد، بالتجارب السابقة لسيطرة قوات على الهلال النفطي، هل يستطيع حفتر يعني فعليا بيع النفط، وخاصة التجارب السابقة أخفقت في بيعها سيد خالد؟ نعم، تجران من منتصف 2013 حتى نهاية 2016 كلفت الدولة الليبية 107 مليار دولار خسائر، خسائر إنتاج مبيعات وأيضا خسائر تسويقية وفقدان الشركات. الدولة الليبية ملتزمة بعقود مع شركات أجنبية، وبالتالي احنا فقدنا السوق العالمي في توقفنا لأكثر من سنة ونصف أو سنتين، وأيضا هذه الخسائر نعاني تداعياتها إلى الآن. احتياط النقد الأجنبي لدى ليبيا أو لدى المصرف المركزي انخفضت بشكل كبير جدا، عندما كانت لدينا الفرصة لبيع أكبر كمية من النفط والحصول على أكبر مبلغ أو أكبر رقم من النقد الأجنبي لم تتوفر في الماضي. نحن نعيد نفس التجربة، وهذا الصراع الحادث في الهلال النفطي له أثار وأضرار ليس اليوم، ربما حتى في المستقبل، لأن انخفاض احتياط النقد الأجنبي الليبي، والمورد الوحيد للدولة الليبية هو بيع النفط. 97% من موارد الدولة الليبية هي قطاع النفط. طيب كيف سيؤثر بيع النفط خارج المؤسسة الرسمية على حزمة الإصلاحات التي أعلن عنها رئيسي المقترح برأيك؟ في الوقت اللي كان فيه اجتماعات تونس وموافقة مصرف ليبيا المركزي صديق الكبير والمجلس الرئاسي والوزارات التابعة لي بشروع في إصلاحات ربما كانت متأخرة، ولكن هذا طمن الشارع الليبي برفع المنحة الأسرية من 500 دولار إلى 1000 دولار، بالإضافة لمن حلاوة العائلة، ورفع الدعم تدريجيا لترشيد الإنفاق. الدولة تعاني من عجز، ميزانية 2018 التقديرية 42 مليار دينار، هناك عجز 10 مليار دينار ليبي في ميزانية 2018. بهذه المشاكل في الحقول النفطية في تصدير النفط حيرتفع هذا العجز. الدولة الليبية حتعاني مع نهاية 2018 عجز كبير جدا. طيب سيد خالد، موازنة الدولة كما نعرف تعتمد كليا على عائدات النفط، إن كانت بند المرتبات والسلع الأساسية وباقي الأمور الأخرى التي نعلمها جيدا. كيف سيؤثر ذلك على المواطن البسيط إن ما تم بيع النفط خارج المؤسسة الوطنية للنفط؟
بكل بساطة، الدولة الليبية فتح اعتمادات تبيع النفط وتستورد سلع. الدولة الليبية دولة مستهلكة وليس دولة منتجة. اعتمادنا اعتماد كبير أو اعتماد كلي على كل السلع تأتينا من الخارج، الدقيق، الأرز، السكر، الطماطم، كل السلع. والآن نعاني من أزمة الدقيق في طرابلس، ارتفاع سعر الخبز والزيت. اعتمادنا الكبير للأسف على استيراد من الخارج، بالتالي احنا محتاجين العملة الدولار. إذ فقدنا مورد النفط أو انخفض مبيعات الدولة الليبية من النفط، بالتالي حتنفقد احتياطياتها، وبالتالي مصرف المركزي ربما يكون غير ملزم بفتح الكثير من الاعتمادات. هذا حيعود بأثار على استهلاك أو استيراد السلع، والدولة الليبية دولة مستهلكة لا تنتج أي نوع من هذه السلع، بالتالي حيدفع في تضخم في هذه السلع. وللأسف دولة الجوار استغلت توتر الأمني في ليبيا، أصبحت ليبيا دولة عبور، دولة ممر، كل السلع تهرب، الزيت، السكر، الدقيق، بالتالي نحن نستورد في كميات أكبر بكثير من احتياجاتنا، وهذا يؤثر في الاحتياط النقد الأجنبي لدينا. هذا حيسبب ارتفاع في السوق المحلي، وجشع التجار للأسف، بعض التجار بإخفاء هذه السلع سيؤدي إلى ارتفاعها في السوق، ويؤدي إلى التضخم وارتفاع مستوى المعيشة، وعدد كبير جدا من الطبقة المتوسطة للأسف هذا التضخم هيؤدي إلى تعاكل الطبقة المتوسطة ويؤدي إلى ارتفاع معيشتها في ظل هذه المرتبات المتدنية. نعم، الأستاذ الجامعي خالد الدلفاق كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من مدينة مصراتة، شكرا جزيلا لك. قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أن المجتمع الدولي سيحظر أي عملية تصدير للنفط من قبل المؤسسة الموازية بالمنطقة الشرقية. صنع الله في تصريح لموقع بلومبرغ أضاف أن مؤسسة النفط بطرابلس هي المخولة دون غيرها ببيع النفط في السوق العالمي، مؤكدا عزمه ملاحقة أي شركة تبرم عقودا مع المؤسسة الموازية، وأشار إلى أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي يدعمان الجهات الشرعية في ليبيا مطالبا ميليشيات الكرامة بإعادة الموانئ النفطية للجهة المخولة بإدارته. قال رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله ثنيان عائدات النفط الليبي لن تودع في مصرف ليبيا المركزي إلا في حال تنصيب محمد الشكري المعين من قبل مجلس النواب محافظا للمصرف. نحن على استعداد تام للتعامل، هذه الأموال ستصرف على كافة أنحاء ليبيا شرقا وغربا وجنوبا، وستودع في مصرف ليبيا المركزي تحت إشراف المحافظ الشرعي الممنوح الثقة له من قبل البرلمان الليبي. نعم. السيد محمد شكري، نحن على استعداد للتعامل. أما غير ذلك الصديق الكبير هو سياسة أمر واقع، رجل مقال من 3 سنوات من البرلمان الليبي وحكومة الوفاق تتعامل معه. أي وفاق يتكلموا عليه إذا كان ثلث البلاد ما يمكنش السيطرة، أي وفاق إذا يتكلموا عليه إذا كان السيد فايز الزراج لا يملك السيطرة داخل طرابلس. قال رئيس المؤسسة الوطنية الموازية في بنغازي فرج سعيد الحاسي أن المقر الرئيسي للمؤسسة هو بنغازي بحكم قوة الأمر الواقع والقانون بحسب تعبيره. الآن أصبحت المؤسسة بالحكم الواقع أن مقرها الرئيسي في بنغازي، الفرع الرئيسي عندها فرعين صادر فيها القرارات من الحكومة، فرع في طرابلس وفرع في بنغازي، فمؤسسة الموجودة في بنغازي مش مؤسسة لا هي موازية ولا هي مؤسسة غير شرعية، هي المؤسسة الفرع الرئيسي الموجود الأساسي تضمن القرارات السليمة، فصحيح القانون والقرارات أن المؤسسة الوطنية للنفط الفرع الرئيسي موجود في بنغازي عندها فرعين، فرع في طرابلس وفرع في سبعة. النبأ اليوم متواصل معكم ولكن بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام في النبأ اليوم. أكد مصدر من مركز طبرق الطبي للنبأ وصول 6 قتلى وأكثر من 7 جرحى من ميليشيات الكرامة نتيجة الاشتباكات في درنة. وأوضح المصدر أنه بذلك يرتفع عدد قتل الميليشيات خلال الأسبوعين الماضيين ليتجاوز 90 قتيلا إضافة لعشرات الجرحى بإصابات متفاوتة.
إلى ذلك أفادت مصادر للنبأ بأن طائرتين إماراتية دون طيار شنة الخميس 4 غارات على تمركزات لقوة حماية درنة قرب حي المغار وسط المدينة. وقالت المصادر إن الغارات تركزت في المنطقة المحيطة بمسجد الرشيد دون أن تكشف عن الأضرار المادية والبشرية التي خلفها القصف. في سياق ذي صلة، طالب عدد من جرحى ميليشيات الكرامة في اشتباكات درنة خليفة حفتر بوضع حد لمعاناتهم جراء إهمالهم وعدم توفير علاج لهم بمستشفى مكة في العاصمة المصرية القاهرة. مزرين للغاية، وضع الجرحى زي ما تشوفوا فيه لعند الآن، لنا 4 أيام قاعدين لا 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 فيش دكتور جاء تفرج على حالاتنا، حتى في ناس تحتاج مضاد حيوي ما فيش حد جاء سعافهم بالمضادات الحيوية. بالنسبة للمستشفى والله يقول لك حاجة، مستشفى جولف، فهو معنا العقيد حسين إدريس ومعنا هم الجرحى. هذا عشانا، هذا عشانا البارح، هذا العشاء فرجوا الحمامات، شوفوا النظافة، حمامات فضيحة بالكل، نحكي لكم شعرين بالكل. وضع الجرحى مزري، هذه رسالة منا نحن للقيادة العامة، لغرفة عمليات الكرامة، لغرفة عمليات عمر المختار، المسؤولين اللي قاعدين هنيا، هي وعود كاذبة، اتصلوا بهم ما يردوش علينا. هذا وحذر المفتي العام لليبيا الشيخ الصادق الغرياني عبر برنامج الإسلام والحياة الأربعاء من عقبة خذلان أهل درنة، مؤكدا أن عواقبها ستكون وخيمة على كافة المدن الأخرى. في مدينة أخرى ويفعل بها مثل هذا العمل باسم مكافحة الإرهاب، ماذا ستقولون؟ أتوني بدليل واحد يقول إن هذا خاص بدرنة ولا خاص بنغازي. هذا الله يأتي على ليبيا كلها إما الاستبداد والقهر والمذلة والخضوع وضياع الدين وضياع الحرمات وضياع الأموال وترك كل شيء وسلب كل شيء من أهل ليبيا، وإما الدمار. ونحن نرى هذا المشهد الآن لهذا المشروع الصهيوني الكبير، نراه ماثلا يمشي على رجليه، يمشي على رجليه، يعني هو برهان واضح وساطع. هذا ودعا المفتي العام لليبيا المسؤولين إلى الكف عن الاستنجاد بالمجتمع الدولي لأنه لا يسعى لإيجاد حل للأزمة الليبية، بل يجب التحرك من قبل القيادات أنفسهم. يعني المجتمع الغربي والمجتمع الدولي لا يسعون إلى حل لبلادكم، فعليكم أن تنتصروا لأنفسكم، أن تنتقموا لأنفسكم، أن تغضبوا لدينكم، أن تغضبوا لحرماتكم، أن تغضبوا لبلادكم. إلى متى تنتظرون؟ لو كان هؤلاء المسؤولون في مجلس الدولة ولا في الرئاسة ولا في البرلمان، لو كان منهم 10 ولا 20 ولا 30 أحرار يعني غضبوا لدينهم وغضبوا لما يحصل من الجرحى، يعني الجرحى تعفن المجروحين ويتركونهم هكذا دون رعاية صحية، هذا لا يقره أحد، لا دين ولا خلق ولا قانون لا وضعي ولا سماء، ولا يقره أحد. وفي سياق متصل، تتواصل انتهاكات ميليشيات الكرامة بحق المدنيين في درنة، حيث حذرت تقارير دولية من تصاعد وتيرة العنف التي تلقي بثقلها على الأهالي. 56,000 طفل وطفلة معرضون للخطر مع تصاعد النزاع في درنة، ملخص لما تضمنه تقرير منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف. المنظمة حذرت من تفاقم الأوضاع في المدينة وأعلنت أنها بصدد إرسال مساعدات إنسانية عاجلة تضمنت 1000 حقيبة مستلزمات نظافة أساسية يستفيد منها 5,000 شخص بما فيهم الأطفال، إضافة لما يزيد عن 40 حقيبة من الأدوات الترفيهية المصممة لدعم 450 طفلا في حالة الطوارئ. شحنة أخرى أعلنت اليونيسف إرسالها للنازحين من المدينة إلى البيضاء وشحات ومرزم، تضمنت 1000 حقيبة أدوات ترفيهية للأطفال النازحين، من ضمنها مستلزمات نظافة شخصية وأدوات ترفيهية كمعدات للرسم وكرات لعب. جمعية الهلال الأحمر الليبي بدورها أعلنت إجلاءها ل 764 شخصا، من بينهم 119 أسرة، كما انتشلت 35 جثة منذ بدء العدوان على المدينة. تقرير الجمعية أشار أيضا إلى تقديم إغاثة لقرابة 3,000 شخص، إضافة لتزويد أهالي المدينة بحوالي 40,000 لتر من المياه الصالحة للشرب،
وأخرى للاستخدام العادي، فضلا عن توفير كميات كبيرة من الخبز والخضار، إلى جانب إجراء كشوفات طبية لقرابة 1000 شخص آخرين. ذكر مصدر أمني بصبرات أنه عثر على 3 جثث عليها آثار تعذيب في منطقة جفارة جنوبي المدينة. وقال المصدر في اتصال مع النبا ان الجثث تعود لثلاثة شباب من مدينة العجلات، هم عبد الباري ابو الغيث واحمد مفتاح ابو الغيث وابو الغيث محمود بالغيث. واوضح المصدر انه بعد التواصل مع اهالي الضحايا تبين انهم خطفوا خلال الايام الماضية في مدينة صبراتة من قبل افراد ينتمون لما يسمى بتنظيم الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا، مضيفا أنه جرى قتلهم ودفنهم جنوب المدينة بسبب خلاف قديم مع قاتلهم حسب المصدر. أكد عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مصراتة أبو القاسم قزيت أنه سيكون ضمن وفد المدينة سيتوجه الأحد القادم إلى باريس بناء على دعوة الرئاسة الفرنسية. هذا وقال قزيت في اتصال مع نبأ إن الوفد سيناقش هناك اتفاق باريس والملفات السياسية العالقة في ليبيا. وأشار قزيت إلى أن الوفد مكون من أعضاء مجلس النواب عن مصراتة محمد الرعيض وفتحي بشاغة وسليمان الفقي، إلى جانبه ممثلا للمدينة بمجلس الدولة وعضو المجلس البلدي مصراتة علي أبو ستة. عقد في مصراتة الأربعاء لقاء جمع قادة عسكريين وسياسيين من المدينة مع ممثلين عن القيادة الأمريكية في إفريقيا أفريكوم لبحث طرق تطوير المؤسسة العسكرية وكذلك العملية السياسية. وقالت السفارة الأمريكية بليبيا في بيان لها إن وفد أفريكوم أكد خلال زيارته عمل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي حل الأزمة الليبية وصولا إلى إجراء الانتخابات. وأكد البيان معارضة أمريكا أي جهود تهدف للسيطرة على الأرض أو تغيير الوضع بالقوة بحسب نص البيان. حكمت محكمة بالولايات المتحدة على المتهم بالهجوم على القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012 أحمد أبو اختالة بالسجن ل 22 عاما. وبحسب وزارة العدل الأمريكية ودين الليبية أبو اختالة بتهم من بينها الإرهاب وعدد من التهم الأخرى. وقالت الوزارة أن هيئة محلفين دانت أبو اختالة بأربع تهم من أصل 18 كان يواجهها فيما برأته من تهم أخرى من بينها القتل. أعلن سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا تشوي سونغ سو عودة سفارة بلاده لممارسة عملها من طرابلس ابتداء من شهر سبتمبر المقبل. تصريح السفير جاء خلال لقاء جمعه مع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي في طرابلس، حيث أكد السفير أيضا على عودة الشركات الكورية لاستكمال مشروعاتها بليبيا خاصة في مجال الكهرباء وفقا لما أوردت صفحة وزارة الخارجية الليبية على موقع فيسبوك. النبأ اليوم متواصل معكم، ولكن بعد الفاصل تتابعون فيه فقرات الرياضة والاقتصاد ونشر جميع، فابقوا معنا. أهلا بكم متابعينا من جديد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب ببقية الزملاء وأبرز العناوين. موجة حر تجتاح المنطقة الغربية خلال الأيام القادمة. رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم يؤكد تأجيل ديربي طرابلس إلى أجل غير مسمى.
أسعار المعادن الثمينة تغلق على استقرار نسبي في السوق المحلي. عندكم مشاهدينا هذه الفقرة الاقتصادية التي نستعرض في أسعار العملات وأسعار بعض المعادن الثمينة بالإضافة إلى أسعار بعض السلع الأساسية في السوق الليبية. ونبدأ باستعراض لأسعار العملات، حيث شهد الدينار الليبي نوعا ما ارتفاع أمام بعض العملات الأجنبية في السوق الموازي. ونبدأ بسعر الدولار والذي انخفض قيمته إلى 6 دنانير و800 درهم. بالنسبة لليورو انخفض إلى 7 دنانير و820 درهم، والجنيه الاسترليني انخفض إلى 8 دنانير و650 درهم مقابل الجنيه الواحد، والدينار التونسي حافظ على استقراره عند الدينارين و600 درهم مقابل الدينار الواحد. بالانتقال إلى أسعار المعادن الثمينة بشكل عام، نلاحظ هناك استقرار نسبي في معظم أسعار المعادن، بداية بالذهب عيار 24 والذي حافظ على استقراره على 267 دينار للجرام الواحد. الذهب عيار 21 استقر عند 226 دينار، أما الذهب عيار 18 فقد حافظ على استقراره عند 198 دينار، والفضة حافظت على استقراره عند الدينارين و700 درهم للجرام الواحد. بالانتقال إلى أسعار السلع الغذائية الأساسية بشكل عام، نلاحظ أن استقرار نسبي في بعض الأصناف ما عدا الزيت، وبداية بكيلو الكسكس الذي يستقر عند 3 دنانير و250 درهم. المكرونة تستقر عند دينار و750 درهم لنصف الكيلو، وكيلو الأرز يحافظ على استقرار عند 3 دنانير و500 درهم، في حين زيت الذرة ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام الماضية ليستقر عند 7 دنانير و500 درهم، أي بمعدل ارتفع بمعدل 3 دنانير و500 درهم. بالانتقال إلى أسعار اللحوم، نلاحظ هنا ارتفاع في معظم أصناف اللحوم، بداية بكيلو الخروف الذي بلغ قيمته 38 دينار، ولحم البقر ارتفع إلى 25 دينار، ولحم الإبل ارتفع إلى 28 دينار، ولحم الدجاج ارتفع إلى 7 دنانير للكيلو الواحد. ننتقل إلى أسعار الخضروات، نلاحظ هناك استقرار نسبي في معظم أصناف الخضار، بداية بكيلوي البصل والبطاطا حيث يستقران عند دينار و500 درهم للكيلو. كيلو الطماطم يحافظ على استقرار عند الدينارين، وكيلو الخيار انخفض إلى 3 دنانير عن سعر إغلاقه السابق للكيلو الواحد. إذن ننوه أن هذه الأسعار تتفاوت من سوق إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكن يبقى هذا التفاوت تفاوت طفيف لا يذكر. هذا كل ما لدينا، وبالعودة إلى باقي الزملاء لاستكمال باقي الفقرات. إليكم محمد وسميرة وباقي الزملاء. شكرا لك مهيب. ما الآن فمع أخبار الرياضة مع زميل أحمد أبو عشالة، إليك. تحية لك محمد ولا سميرة ولا كل مشاهدينا بقى. اليوم نستهل موجز الرياضة من الأخبار المحلية، حيث أكد رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم جمال الجعفري في تصريح خاص للنبأ أن مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد قد تأجلت إلى أجل غير مسمى. جمال الجعفري أشار للنبأ بأن الأحداث الأخيرة التي حصلت خلال اليومين الأخيرين كانت سببا في تأجيل المباراة نظرا لتلف مرافق ملعب طرابلس الدولي بعد حالة الشغب التي مرت به، وكان من المنتظر أن تجرى المباراة المعادة بين قطبي العاصمة على أرضية ملعب طرابلس الدولي غدا الجمعة. وقد شهدت المباراة الماضية بين الأهلي والاتحاد توقفا وجدلا كبيرا على خلفية الاعتراض على صحة ركلة جزاء أو ركلة ترجيح منفذة لصالح الأهلي طرابلس. في منافسات الدوري الليبي لكرة اليد تقام جولة جديدة في مرحلة الإياب لمباريات المنطقة الأولى والمنطقة الثانية، وزعت اللقاءات على يومي الجمعة والسبت المقبلين. ولحساب المنطقة الأولى يلتقي الأهلي طرابلس والجزيرة على قاعة نادي اتحاد الشرطة، فيما تحتضن قاعة مصراتة لقاء فريقي الشموع والصباح. وضمن مباريات المنطقة الثانية يلتقي المروج مع غار يونس على قاعة المرج، فيما تحتضن قاعة النجمة مبارتين، الأولى بين الهلال والأهلي بنغازي، واللقاء الثاني يلعب النجمة مع بنغازي الجديدة. إلى أخبار كأس العالم، تأهلت كولومبيا إلى دور 16 بعد تغلبها على السنغال بهدف نظيف لحساب المجموعة الثامنة. المنتخب الكولومبي تمكن من خطف اللقاء بهدف رأسي للاعبه مينا في آخر دقائق اللقاء، ليخطف منتخب كولومبيا ورقة التأهل في صدارة المجموعة، بينما غادرت السنغال من الباب الضيق بفارق إنذارين بينها وبين اليابان. وفي مباراة أخرى أيضا، تأهلت اليابان إلى الدور ذاته رغم خسارتها أمام بولندا بهدف نظيف في اللقاء الذي أجري على ملعب فولغفراد أرينا اليوم الخميس. وتمكن باين ماندرياك من تسجيل هدف بولندا الوحيد في الدقيقة 59، والذي انتهت عليه مجريات اللقاء لتحصل بولندا على أول 3 نقاط في كأس العالم الحالية. وتأهلت اليابان ثانية المجموعة الثامنة بفارق البطاقات عن السنغال بعد التساوي في الأهداف المقبولة والمسجلة، كما غادرت بولندا البطولة بعد تلقيها خسارتين أمام كولومبيا والسنغال في بداية المنافسات.
أو في آخر لقاءات هذا اليوم تفوق المنتخب التونسي على المنتخب البنامي بهدفين مقابل هدف ينهي مشاركته في كأس العالم بعد أن أنهت المنتخبات العربية أيضا مشاركتها. لذلك يكون المنتخب التونسي قد فاز بعد ثلاث نسخ شارك فيها المنتخب التونسي في كأس العالم. بإذن الله نكون وصلنا لآخر أخبارنا في موجز اليوم. إليكم محمد السمير. شكرا لك أحمد. شكرا لك أحمد. الآن نتعرف على النشرة الجوية مع زميل محي الدين علي. كي مساء الخير. مساء النور سمير. وسؤال البديهي، كيف ستبدو الأجواء غدا؟ درجات الحرارة ستكون مرتفعة خلال يوم غد بعد غد أو على الأقل 3 إلى 4 أيام قادمة على المنطقة الغربية. يعني هذا ما يشجع يعني من يشاهدنا أن يذهب إلى البحر ويستمتع به. يستمتع به، الأجواء مناسبة للبحر خلال الأيام القادمة. طبعاً نكمل النشرة الجوية وأسعد الله أوقاتكم. قبل كل شيء، أجواء كانت اليوم درجات الحرارة معتدلة على الشمال، شمال الغرب والشمال الشرقي، بينما بقيت على الجنوبي الغربي والشرقي درجات الحرارة مالت إلى الارتفاع وخاصة على أقصى الجنوب الشرقي. إذن خلال يوم غد ستتغير وضعية على المنطقة الغربية بتحول الرياح إلى جنوبية فجنوبية شرقية. طبعا لذلك ترتفع الحرارة تدريجيا مقارنة بهذا اليوم. بداية من يوم الغد والأيام القليلة القادمة على المنطقة الغربية ستكون أو ستميل الحرارة وبشكل واضح وواضح جدا على الدواخل، خاصة على مناطق بنوليد كذلك ترهونة وصولا إلى سهل جفارة والحمادة التي سترتفع فيها الحرارة خلال يوم بداية الأسبوع القادم السبت والأحد إلى أكثر من 40 درجة. ستسجل 43 درجة على هذه المنطقة، وحتى المناطق الساحلية درجات الحرارة ستتراوح من 37 إلى 40 درجة. إذن الارتفاع سيسود كل المنطقة الغربية ثم تدريجيا سيتحرك لسرت أو مناطق الخليج خلال بداية الأسبوع القادم. فيما تبقى المناطق الجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية درجات الحرارة لا تقل عن 37 درجة مئوية، بينما الشمال الشرقي خلال يوم غد تبقى الأجواء معتدلة في درجات الحرارة وخاصة أقصى الشمال الشرقي في طبرق والمناطق المجاورة لها وأيضا في الجبل الأخضر والذي يشهد لتكاثر بعض السحب من حين لآخر لكن بدون أهمية تذكر. مباشرة إلى خريطة توزيع الضغط والتي سنلاحظها من خلالها درجات الحرارة ستكون أو ستميل الارتفاع بشكل واضح تدريجيا خلال يوم غد. نلاحظ اللون الأحمر الداكن سيتجه أو الكتلة الهوائية الساخنة ستتجه ناحية المنطقة الغربية والشمال الغربي مسجلة درجات حرارة مرتفعة خلال الأيام القليلة القادمة، ثم تنخفض إن شاء الله في وسط الأسبوع القادم على المناطق الشمالية الغربية. كذلك الحال الهواء الساخن يتدفق في وسط ليبيا وسط والجنوب الشرقي أيضا في بعض من مناطق الجنوب الغربي. النشرة الخاصة بالصيد البحري والإخوة المصطفين على المناطق الممتدة من رأس الجير حتى سرت تكون السماء صافية أغلب فترات النهار مع رياح ستتحول إلى جنوبية شرقية معتدلة في سرعتها من 5 إلى 15 عقدة، وهذا ما يجعل البحر هادي خلال يوم غد على معظم المناطق الساحلية الغربية بإذن الله تعالى. الموج لا يتجاوز أو يتراوح من ربع متر إلى 75 سنتي على أقصى تقدير على هذه المنطقة. المنطقة الممتدة من سرت حتى طبرق لازال البحر أو لازال الموج يتجه إلى أو يكون عالي بعض الشيء ليتجه إلى أكثر من متر ونص أو يصل في بعض المناطق إلى مترين. بعد غد إن شاء الله بداية الأسبوع القادم سيكون البحر على كل السواحل الليبية هادي ورؤية جيدة، درجة حرارة البحر تصل إلى 23 أو 24 درجة على أقصى تقدير على كل السواحل الليبية بإذن الله تعالى. إذن ستتجه الحرارة إلى الارتفاع بداية من يوم الغد على المنطقة الغربية والشمالية تحديدا مسجلة درجات حرارة نسبيا مرتفعة مقارنة بالأيام الماضية والتي ستكون فيها درجات الحرارة خلال يوم غد على مناطق طرابلس والمناطق الساحلية بصفة عامة ستتراوح ما بين 30 إلى 35 درجة هذا على الساحل، لكنها تكون أكثر ارتفاعا على الدواخل تتراوح ما بين 33 إلى 38 درجة خلال يوم غد. بعد غد ستكون أكثر ارتفاعا تتراوح ما بين 38 إلى 43 درجة على الدواخل وبين 35 إلى 40 درجة على مدن الساحل الغربي.
نلقي نظرة على أجواء الجنوب الغربي والذي درجات الحرارة فيها لا زالت مرتفعة ولا تقل عن 35 درجة وستسجل أكثر من 40 درجة خاصة بداية الأسبوع القادم. درجات الحرارة تنخفض قليلا في الكفرة تزر بصير والجنوب الشرقي الليبي بصفة عامة حيث درجات الحرارة كانت فوق 40 درجة. خلال يوم غد ستتجه إلى انخفاض نسبي حيث تتراوح من 36 إلى 38 درجة مئوية. الأجواء معتدلة وباردة بعض الشيء خاصة في الليل في الجبل الأخضر حيث درجات الحرارة تتراوح من 23 إلى 26 درجة مئوية على هذه المنطقة، والمدن الساحلية لا تتجاوز 29 درجة مئوية بإذن الله تعالى. نلقي نظرة على أجواء مدينة طرابلس خلال يوم غد والتي ستتجه فيها الحرارة إلى الارتفاع، حيث نتوقع أن تسجل في مدينة طرابلس العاصمة خلال يوم غد أن لا تقل أو تتراوح تحديدا ما بين 32 إلى 34 درجة على طرابلس وضواحيها، هذا أعلى درجة حرارة ستصل إليها، أدناها لا تقل عن 15 درجة، ثم ترتفع يوم السبت القادم والأحد إلى أكثر أو تصل إلى 40 درجة في مدينة طرابلس وبعض الضواحي من العاصمة. سرعة الرياح ستكون 15 عقدة أي 30 كيلومتر في الساعة، اتجاه الرياح سيكون جنوبي شرقي وهذا السبب الرئيسي في ارتفاع درجات الحرارة على مدن الغرب الليبي. حالة السماء ستكون صافية أغلب فترات النهار وهذا بإذن الله تعالى. النشرة وقد تكاملت، عودة إلى سميرة ومحمد. شكرا لك زميل محيدين علي. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام النبأ اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء. شكرا لكم على طيب المتابعة.